الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. بعد ما تكلمنا عن البيتوايز أند والبيتوايز أور، هيجي الدور عن البيتوايز إكس أور أوبريتور. النقط بشكل سريع، نفس النقط اللي احنا حكينا فيها راح نحكي فيها، يعني ايه بيتوايز ويعني ايه اكسور. الريبريزنتيشن بتاعه بيكون عباره عن رمز الاس ده، ها العلامه ديت يعني اللي هي شفت مع الرقم 6 تقريبا. تمام، النص الاولاني اللي داخل بالاكس اور اوبريتور، خلينا نفكر الناس لو انا كان عندي اتنين انبوت مثلا اكس وواي، وزد كان هو المخرج، الاكس اور بتشتغل لما يكون القيم اوبوزيت، لما يكون القيم اوبوزيت. حتى لو ناس كانت فاكره في كورس الاركيتكتشر كنا نديها كده، كنا نسميها كده يعني. تمام، زد كنا حتى بنقول ان الزد بتساوي اكس اكس اور اكس اكس اور واي، او كنا بنرمز لها بالرمز ده على ما اظن. تمام، ده معناه كلمة XOR. تمام كده؟ إيه طيب بيتوايز معناها ايه؟ معناها ان لون كل بيت لوحده. طيب اوكي، نيجي نجرب مثلا كده، بنضرب مثال حي بنفس القصة على 4 XOR مثلا قيمة الخمسة. اوكي؟ تمام، نجرب بقى. ماشي، الريبريزنتيشن بتاع الأربعة بيكون عبارة عن 1 0 0، الريبريزنتيشن بتاع الخمسة بيكون عبارة عن 1 0 1، نصفهم تحت بعض نقول 1 0 0 وادي 1 0 1. تمام، ومعنى كلمة بيتوايز انت فهمت الفكرة خلاص، يعني ان دولت لوحدهم في XOR ودولت لوحدهم في XOR ودولت لوحدهم في XOR، والناتج كده كده XOR بتشتغل لما تكون القيم اوبوزيت، دولت اوبوزيت الناتج موجب، الناتج ام، الناتج واحد، دولت مش اوبوزيت يعني شبه بعض الناتج بيكون زيرو، دولت شبه بعض الناتج بيكون عباره عن زيرو. فده بيكون عباره عن المخرج النهائي للقضيه ديت. ده بيمثل لي تمثيلك ليه 1 في 2 اس 0، 1 اس 0 ب 1، 1 في 2 اس 1 معناها ان الناتج بيكون عباره عن 2. فلو انا قلت له كده مثلا ان 4 اكس اور مع قيمه الخمسه، قيمه ال 4 اكس اور مع قيمه الخمسه يطلع لي ناتج 2. نجرب كده، 4 اكس اور 5، هعمل سيف، الاقي ان الناتج هيجي صفر بواحد يا جماعه، صح مش 2، 1 في 2 اس 0 بواحد، انا اسف يعني ديت عباره عن مش 2، هي ديت 1 لان الاساس بتاعها انها 1 في 2 اس 0، واي حاجه في 2 اس 0 بواحد يعني معناها 1 في 1 الناتج بيكون عباره عن 1. بس الغلطه ديت كانت عباره عن عندي انا يعني. وده معنى كلمه بت، ده بت كل بت بيتاخد لوحده. ده بالنسبه للبيت وايز اور او بيت وايز اكس اور اوبريتور. ونفس القضيه بتاعت الرول يا جماعه، يا رب نفتكرها، بتاعت الاسوسيتيفيتي. تمام، يعني لو كان انا عندي 4 بايبل مع 4 اكس اور مع 5 اكس اور مع 6، فالناتج ده بيكون في الاول لما 4 مع 5 مثلا احنا طلعناه عباره عن 1، وبعدين ال 1 اكس اور مع 6 في الاستيج اللي جاي ويطلع بعدين الناتج النهائي. يا رب اكون وفقت في توضيح المفهوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.